بس لحظة هذا ينزل على الخط؟ هو مو سافت ايدك راح سافت برا؟ يعني من هون؟ حرف هذا لازم بين تمشي على الخط اذا بده هيك بده هيك هاي خطر هاي طبعا انت وياه يعني؟ انا امسك حالك بس لا تشد الكبسة اذا اي شيء معك افلت ايش اسمه؟ هاي الكبسة هاي فيها شوية خطر ايه اثبت ايدك ادوس؟ ايه ايه شوي شوي لا تضغط شوي شوي لا تسيب على الخط لا لا شغله 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 ما بتخلص تنظيفه هيك اوكي وانت عم تخص هيك ما بتوقف مقابل الجذور بتوقف جنب هذا حتى هو بيجي عليك اذا انكسر شغله بتطير هيك ما بيجي عليك عليك على المصور ما عندنا مشكله جيبه يلا بعد شنو هسه هسه هذا النموذج هذا بستفيد منه جيبه جلال ستاره سطر والله يلا جيب شوف كيف هاي 45 ها هاي الفكرة هي إيه. بس شوف الفكرة ايه راح يلحم هذا مو باب هذا سوينا نموذج جلال حط شغلة مشان انت يعني انا شو مستوي وياه بحط حتى خلص ما اوكي اوكي انت جيب مقابل بعده مقابل بعده لا يزيد ولا هيك هذا ماي ترفعه هيك شفت كيف متحرك خلاص اوكي مشي الحال هسه هاد مو مثل مو مثل هذا اللي اشتغلنا شفت كيف اوكي كمان واحده ثانيه اقلبها ترى اقلبها هون هلا جيب شاكوش وين شاكوش حتى تنزل هذا الشاكوش لين مرتفعة هذا شاكوش صغير نوفل مو شاكوش كبير هذا شاكوش صغير شوف هنا واحدة هون واحدة هون واحدة هون شنو كافي؟ كافي شدي ايدك شوي اسحب اسحب ايدك اسحب ايدك اسحب ايدك هيك شي؟ عبد الله ليش تنزل؟ اعطيه لجلال شوف هلا رأي ليش قلنا نحن 45 جلال الحمو مضبوط وبعدين على الكوسرة الحمو مضبوط على خالص الفكرة بين 45 وبين هاي شوف هاي هون مفتوحة هون مات هلا خادز اللي حمته جبته بالكوسرة كأنه طلع قطعة واحدة تمام ما تبين شوف أنا يمكن حتى يعني ما دخلت هواي إنه بالموضوع شدني بصراحة أول مرة يعني أشوف هيك شيء أنا شخصيا يعني أول مرة أشوف هيك شيء كل المشاهدين أكيد شايفين شايف بالنسبة لي بعيد عن هذا الموضوع فتارك الكلام لأبو كردو وجلال دا حاولنا نتعلمها ان شاء الله الموضوع بين هذا قلنا له 45 بين هذا هذا ايه هذا يلتحم وينضرب كوسره جلال شغل كوسره جلال ايش راح اسوي بالكوسره هلا كوسره هي خلي جلال نعم هذا ايه نعمه مو ايه نعمه وبعد من بعد منه هي هاي قويه لازم تكون صغيره اعطيها لجلال هاي قويه شوي المصلحة هي. بالنهار واحد ما بصير
بالليل؟ لا بيوم واحد لا، يعني لازم كل يوم تتعلم شغلة، كل يوم تتعلم شغلة. زين أي شغلة عجلة ما تتعلم. اوكي جلا اوكي اوكي اذا صفحه ثانيه ايه شو الناحيه الثانيه؟ لا 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 ما لحق نفس الناحيه بس شغله وطفي دير بالك خليك بالعبد الله شوي جلا اللي بره شوي ها قوه ايه شغله وين هاي خطر فيها شوي تكبس لها قدام بس شغلة بسيطة وطفيها اوكي يا عبد الله كافي جلال طفيها اوكي اذا كاميرا ناخذ الفكرة هاي شفت ما بين خلاص شفت الفكره وين عبد الله صار عدل ما بين انه كانه لحام كانه قطعه واحده اذا بعد منهم بيجوا ما بدنا شغله يبين هذا شو عندنا معجون تمام بس حاليا معجون ما موجود عندنا زين هسه شو نسوي بعد هسه هاي القطعه خلصنا منه زين اليوم المربع لا لا هلا لازم نكمل هاي جلال يلا اقطع قطع هذول كمل الكتيبه انت وجلال كيف يلا ماشي يلا خذ قياساتك يعني صراحة ده. ما أعرف لا شنو مع المط حتى بديت وأنا مجهل أحكي اللهجة من شغل ورا شغل ورا شغل اللهجة اللهجة تختلف نحن نقول متر أنت تقول فوتة جلال هون تعال هون 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 الطريقة هاي مرة ثانية لا هاي راح نكملها لا هيك من داخل هيك هاي من داخل تمام راح ياخذ القياس ايش قياس عنا راح تكمل هاي الكتيبة راح تقص هنيك هلا بالطرف ثاني نفس الركن تسألوا جلال قلوا كم طويل؟ ايش قد الطول هسه مالتك؟ 177؟ 177 هلا عندك ست قطع 177 ست قطع راح يقطع سبع ستة من هذا سويناه؟ ستة لا ستة طويل مثل هذا راح يتعبى هذاك كذا هذاك خلصنا منه هذاك عملنا طول هاي يعني؟ كل هذا يتعبى هذا شو راح تقطعها شوف هلا راح يكملها جلال جلال تقول شنو انت؟ سوي مثلا واحدة اثنين وانا اسوي وراها وتبقى وياي اوكي يلا ابو كردو ابو كردو حبيبي فد اغنيه يصير ولا ما يصير؟ يصير ليش ما يصير؟ يلا بس نعرفها يكون يعني شوي معروفه عندنا بالعراق مو اكو مشكله يلا بس خليه يكمل بس انت شوف القياس كيف اخذ تاخذها هنيك وديها هنيك بنشوف هلا قياسنا مضبوط هيك شوف هيك راح يصير دلال مضبوط 100% تمام اوكي يلا كمل على نفسنا عتشوبي يا وعتشوبي هلا والله بركس تشوبي يا ربني بالدبجه